أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين أنه أصدر توجيهات للوزارة بعدم تمديد تأشيرة المكوث لأحد موظفي الأمم المتحدة، ورفض منح تأشيرة لموظف آخر. وفي حسابه عبر منصة إكس، وصف كوهين سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر الماضي بأنه يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي على حد وصفه، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان والتي نشرت تشهيرات دموية لا أساس لها من الصحة على حد تعبيره.